الفائدة اليوم عن أبي هريرة رضي الله عنه، يعني هذا يرفعه إلى النبي، من قال عند منامه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده، لا إله إلا الله والله أكبر، الذي يقول هذا عند نومه ماذا يكون له من الخير؟ اسمعوا ماذا قال الرسول عليه السلام: غفرت ذنوبه وإن كانت أكثر من زبد البحر، مش وإن كانت كزبد البحر، وإن كانت أكثر من زبد البحر.